تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبورت كالعادة مع أبرز أخبار وقصص مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. والبداية كالعادة بعد العناوين. بعد أخبار عن كلمة مرتقبة لبشار الأسد، مجلس الشعب ينعقد في غيابه، وسخرية بسبب أخطاء لغوية. بروسلي يتصدر حديث وسائل التواصل، وشرطة حماة تلقي القبض عليه بعد قتل عائلة أخيه. بعد احتفالات بالعرس الديمقراطي الذي حصل في سوريا قبل نحو شهر من الآن، انعقدت أخيرا الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب، حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية بعد أن زعم محمد خير دياب الماشي الذي ترأس هذه الجلسة بأن هذه الجلسة عقدت بدعوة من بشار الأسد وبعد انتخابات نزيهة. لاحظ متابعون طبعا في هذه الكلمة ارتباك محمد خير الماشي والأخطاء الكثيرة في القراءة، بالإضافة إلى أخطاء في قراءة الأعضاء للقسم نفسه، الأمر الذي أثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا بداية وقبل الحديث عن جلسة اليوم في مجلس الشعب نتابع هذه المقتطفات من كلمة محمد خير الماشي وأداء بعض الأعضاء للقسم. أيتها الزميلات، أيها الزملاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عملا بأحكام المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس الشعب وحضور أكثرية الأعضاء. أعلن عن افتتاح الجلسة الأولى من الدورة التشريعي الرابع بالنشيد الوطني السوري، النشيد الوطني الجمهورية العربية السورية. فقرة هاي أدعو السيد أمين السر لتلاوة أسماء الغائبون. لا يوجد غياب. أدعو السيد أمين السر لتلاوة المرسوم رقم 195 تاريخ 29/7/2024 ميلادي، المتضمن تسمية السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب. دعوة السيد أمين السر أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الزميلات، أيها الزملاء الأكارم، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التشريع الرابع لمجلس الشعب الذي جاء تتويجا للانتخابات نزيهة جرت تحت إشراف اللجنة القضائية العليا بالانتخابات في جو ساده التنافس الحر والثقافات. وبهذا المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لجماهير شعبنا التي عبرت عن وعيها بوجهتها الوطنية والتزامها بنهج القيادة الحكيمة القائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. كما أهنئكم أيها الزملاء بفوزكم بثقة
ناخبيكم الذين عبروا عن تطلعاتهم من خلال أصواتهم باختياركم ممثلين لهم في هذا الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب، فكان هذا الجمع الكريم الذي عطى بثقة أبناء الوطن. لماذا؟ 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 يعني يتساءل متابعون لهذه الجلسة. نفس الجلسة كوبي بيست، يقول المتابعون نفس الجلسة كوبي بيست من كل الأدوار التشريعية السابقة، بدءا من ذياب الماشي والد هذا العضو، وصولا أو مرورا بعبد العزيز الملحم، ووصولا إلى محمد خير دياب الماشي. جميعهم دائما في بداية الجلسة الأولى من كل دور تحدث هذه المسرحية، شخص يجلس وراء المايك ويعني يتلعثم بالقراءة، ويأتي شخص آخر ويعني يحاول مساعدته ويعني يملي عليه ما سيقول، ويتلعثم يتلعثم يتلعثم، وتخرج هذه المشاهد كل 4 سنوات، كل دورة نشاهد هذا المشهد في تكرار مضطرد ومستمر. في التعليقات كتب حسن الدياب، كتب يقول يا جماعة قراءة قراءة، معقول شهادات عريضة ومسميات طنانة وما بتعرفوا تهجوا هالكم كلمة؟ إبراهيم السلمان كتب يقول مصدقينكم بس لا تحلفوا وتكسبوا ذنوب. أدهم رزوق كتب يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أتمنى لكم ومنكم أن تحترموا هذا القسم. أيضا حفصة تقول اللغة العربية عم تبكي بالزاوية. بالجلسة الافتتاحية لأداء القسم شو الضرورة الملحة لتكون كلمة الافتتاح بالعضو الأكبر سنا وهو ما بيعرف يحكي كلمتين ولا بيعرف يفك الخط وما في أي برستيج لظهوره؟ تتابع بالقول مع كل الاحترام لشخصه الكريم والأعضاء الأصغر سنا يلي يفترض يكونوا متعلمين ومثقفين، اللي رفعوا المجرور ونصبوا المرفوع لفوضى عارمة، يمكن أو يمكن صف بالمدرسة بيكون مضبوط أكثر من يلي شفته بالجلسة لهلا. كما هو معروف وكالعادة يرأس اجتماع الجلسة الأولى في مجلس الشعب من كل دورة بحسب البروتوكول أكبر الأعضاء سناً، ومن من السوريين لا يعرف ذياب الماشي؟ ذياب الماشي الشهير من قرية جعيفيت الماشي بريف حلب، نجم فيلم عمر أمير علي الشهير طوفان في بلاد البعث، والذي يرأس جلسات المجلس الأولى لأنه أكبر الأعضاء سناً طوال تاريخ هذا المجلس. طبعاً دياب الماشي توفي، لكن نجله ورث النيابة من بعده، ويبدو أيضاً أنه ورث رئاسة أول جلسة لأنه أيضاً أكبر الأعضاء سناً، والمهم أن يرأس الجلسة الأولى كما ذكرنا أكبر الأعضاء سناً، ويتم التصويت من قبل الأعضاء على العضو الذي سيرأس المجلس في الدورة التشريعية الجديد بالإضافة إلى أمين السر. لكن بحسب ما يتم تداوله الآن فإن حمودة الصباغ الرئيس الحالي سيبقى رئيساً للبرلمان التابع للنظام في دورته الجديدة، وذلك بقرار اتخذ في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. أما حكومة النظام التي تعتبر الآن بحكم المستقيلة مع انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب وخلال الأيام المقبلة، يصدر عن رئيس النظام مرسوم بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة. وأيضاً هناك أخبار يتم تداولها الآن على وسائل التواصل الاجتماعي أن حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحالي هو من سيشكل الحكومة الجديدة، وأنه لا تغيير سيطرأ في هذه الحكومة، وهذا أيضاً بقرار من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. بحسب الدستور السوري لعام 2012 هو آخر دستور أقر، وفي مادته 64 وتحديداً في الفقرة الثانية منه ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً. لكن رئيس المجلس المؤقت علق الجلسة اليوم قبل أن يتم انتخاب رئيس المجلس. على ماذا؟ على أن يتم استئنافها يوم الغد، وذلك دون أن يكون هناك أي مبرر لهذا التعليق، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول السبب وراء تعليق الجلسة قبل اختيار رئيس للمجلس.
طبعا بمعزل عن الجلسة وما حدث في الجلسة وما يحدث كما قلنا في كل دورة في هذه الجلسة الأولى، كان هناك ترقب لكلمة لبشار الأسد في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، حيث تناقلت صفحات موالية خبرا عن كلمة مرتقبة لبشار الأسد في هذه الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، وهذا ما جرت عليه العادة خصوصا بعد تداول أخبار عن اختفائه بعد ظهوره السريع والخاطف في موسكو، وذلك في زيارته الخاطفة الأخيرة والتي تكتم عليها الإعلام في البداية، ومن ثم روسيا اليوم والكريملين تحديدا نشر أحداث الزيارة. فالترقب لم يكن لما سيقوله بشار، لأن كلماته باتت مكررة معروفة، فهو عادة يكيل النظريات والأخرى، فلا يؤخذ منه أي حق أو باطل، ولا يأخذ منه المستمع إلا الترقب. كما ذكرنا كان هناك ترقب لظهوره أو غيابه، وهنا الأسد لم يظهر، وكما ذكرنا تم تعليق الجلسة اليوم إلى يوم الغد قبل انتخاب رئيس للمجلس أو ظهور بشار الأسد وإلقاء كلمته المنتظرة، الأمر الذي أعاد فتح باب التساؤلات عن سبب غياب الأسد، وإن كان هناك أمر طارئ منعه من الحضور. إعلام النظام بالتأكيد أفرد تغطية شاملة لهذه الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، استضاف المحللين للحديث عن المهام المنوطة بالمجلس. متابع. هي أين مزاج المواطن السوري الآن؟ وهل هناك من تصنيف للمواطنين السوريين؟ يعني وكأنك عم تعيدي الحالة، عم تعيدي عقارب الساعة، أنه نعم كان هناك انقسام عمودي في بداية الحرب على سوريا، وكان هناك رؤية غير واضحة لبعض المواطنين، فكانوا يعتقدون أنه لا، هناك ضرورة لتغيير ما، ولكن فيما بعد أو سرعان ما انكشف أن ذلك كان محركه خارجي، وكان الهدف منه ليس مصلحة لا الدولة السورية ولا المواطن السوري. لذلك تدريجيا سارع المحور الذي حارب سوريا إلى عسكرة هذه الحرب المشنعة لسوريا، فانتقلوا. يعني كنا بسوريا نحن، وأنا مواكب ما جرى في سوريا من 2011 حتى الآن. نعم. يعني نحن الفريق القانوني عملنا من باب سد الذرائع. تعليقات عن تعليق جلسة مجلس الشعب، كانت هذه التعليقات ساخرة للغاية. مثلا وسيم سليمان كتب هنا يقول: إذا من شأن أداء القسم أو من شأن أداء قسم فقط لأعضائه، يحتاجون أكثر من جلسة لطرح هموم الشعب بأكمله ومعاناته، كم دورة يحتاجون؟ الرفيق يسأل. ماهر الطيني كتب يقول: على الأكيد بدهم يرتاحوا ويأكلوا لقمة، خطي تعبوا من أداء القسم. بالعودة إلى فكرة غياب بشار الأسد عن المشهد، كان الصحفي نضال معلوف تحدث يوم أمس في هذا الفيديو على صفحته في يوتيوب، تحدث عن غياب مريب لبشار الأسد عن المشهد منذ زيارته لموسكو. دعونا نتابع ماذا قال. المهم نحن بس خلينا نشوفه للأسد، يعني نحن مو لا عم نشوفه بعلاقته مع الدول ولا عم نشوفه هو. أنا استغليت هذا التعليق لنبه أنه يمكن من رؤساء الدول القلائل أنه شهر ما بيبين على الساحة، ما بيظهر. آخر ظهور للأسد كان في موسكو بلقائه مع بوتين، وبعدين ما عاد شفناه ولا بأي مناسبة ولا بأي تصريح، وصار عندي شك أنه ليكون ضل بموسكو. أنا يعني حتى نتأكد لازم نشوفه بشي مناسبة في دمشق يعني، أو في أي أرض سورية. وبالتالي يعني قبل ما نتجادل أنه رجعت علاقته، العلاقة يعني هون بدي اقتبس من أسلوب الأسد، هي طرفين، في الطرف الأول الأسد والطرف الثاني هن رؤساء. هلا خلينا نتأكد أنه هو لساته موجود، بعدين نحكي بالفعل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصل أمر ضعف السيولة النقدية في الرياضة في سوريا. يعلق متابعونا كانوا ينتظرون أصداء مشاركة المنتخب السوري التابع للنظام لكرة السلة في بطولة الشارقة، لكنهم صدموا باعتذار المنتخب عن المشاركة في حادثة خلفت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن السبب بحسب المعلقين كان غريبا. تفاصيل القصة: أن اتحاد كرة السلة التابع للنظام السوري كان أعلن انسحاب المنتخب الوطني الأول من بطولة الشارقة الدولية المقرر انطلاقها في أوائل أيلول المقبل،
وذلك بسبب عدم توفر السيولة المادية اللازمة لتغطية تكاليف المشاركة. صرح الكابتن علي درويش وهو مدير المنتخب، صرح لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن كلفة المشاركة تبلغ 45,000 دولار، وهي كلفة اعتبرتها القيادة الرياضية واتحاد كرة السلة كبيرة. أشار درويش إلى أن هذه البطولة كانت ستشكل فرصة جيدة للمنتخب للاستعداد لمباريات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية. كان الاتحاد السوري لكرة السلة التابع للنظام كشف مطلع العام الحالي عن تعيين الأرجنتيني فوكاندو بيتراتشي مدرباً لمنتخب سوريا للرجال لقيادة الفريق في البطولات والاستحقاقات المقبلة. وكان أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن تعاقده مع المدرب بيتراتشي الذي سيحل مكان المدرب الإسباني خافيير خواريز المدرب السابق لريال مدريد للشباب بعد إخفاقه في تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب السوري في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بحسب تصريحات الاتحاد لصحيفة الوطن. أوضح طريف قوترش وهو رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة الاستراتيجية المقبلة للمنتخب بعد سلسلة الإخفاقات التي تعرض لها على حد قوله، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على لاعبين من التشكيلة القديمة إلى جانب إدخال لاعبين شباب لإكسابهم الخبرة الدولية. كل هذه الخطوات والتحركات ويأتي المنتخب ويعتذر عن عدم المشاركة في بطولة الشارقة لعدم توفر السيولة، أمر غريب فعلا. وهذا كان رأي المعلقين، حيث كتب فوزي هنا يقول: غريب هذا العذر، كيف صرفت الأموال دون حساب على الدورة الأولمبية المشكلة من 6 لاعبين فقط و24 مرافق، ربما كانت رحلة للسياحة والتسوق حيث كانت النتائج مبهرة وفتحت الباب للتهكم خارجيا وداخليا بالطبع. محمد خير كامل يقول: لو بحثوا على شركات راعية ربما تتحمل التكاليف هذا إن لم تشاركوا خوفا من النتائج الكارثية المنتظرة. جورج عساف كتب يقول: عيب على اتحادنا بهيك تصرف، بدي أعرف إمتى وقتكم المناسب والإمكانيات تكون متاحة، بالظاهر ما في سفر لبعض الإداريين والإعلاميين. فراس الرهوان يقول: طبعا مبلغ كبير بسبب البعثة أكثر من اللاعبين، الأفضل تروح البعثة وتترفه شوي مع شوية من الهدايا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تصدر اسم بروسلي قائمة الأكثر رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الأمس وحتى اليوم، ولكن لم يكن المقصود هذا بروسلي المعروف نجم أفلام الكاراتيه الراحل بروسلي، بل بسبب وجود قاتل ارتكب جريمة شنعاء اسمه بروسلي. نعم هذا هو اسمه، وليس لقبا لقب به، إنما اسمه الحقيقي بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في حكومة النظام. تفاصيل هذه القصة أن شخصا يدعى بروسلي ياء أقدم على قتل شقيقه وزوجة شقيقه وولدي شقيقه، وذلك ببندقية حربية في قرية البستان بمنطقة مصياف بريف حماة. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة النظام أن شرطة حماة ألقت القبض على بروسلي هذا ضمن أحراج جبل قرية البستان وضبطت البندقية الحربية التي ارتكب بها جريمته. بحسب ما تم تداوله فإن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية بين المغدورة زوجة شقيق القاتل ووالدة زوجها، أي خلافات بين الكنة والحماية، وأن بروسلي هذا الذي أقدم على الجريمة سبق أن رمى قنابل على جيرانه رغم كونه مدنيا فإنه يحوز أسلحة حربية. سوريا كانت تقدمت في مقياس معدل الجريمة قبل أيام، حيث احتلت المركز 8 عالميا والثاني في آسيا بعد أفغانستان، وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع نيبيو المختص بمراقبة مؤشرات الجرائم وجودة الحياة حول العالم. تباينت أسباب الجريمة بين الفترة التي سبقت الحرب والفترة التي تلتها. وفقا للتقرير ارتفعت معدلات الجريمة في سوريا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة للظروف الأمنية المتدهورة وضعف الأجهزة القانونية لدى سلطات الأمر الواقع، الأمر الذي جعل سوريا ضمن الدول ذات معدلات الجريمة العالية، وذلك منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ عدد ضحايا الجرائم 221 شخصا بينهم 11 طفلا
و41 امرأة و168 شابا، في حين عبر السوريون وفق التقرير عن قلقهم المتزايد إزاء الجرائم الناجمة عن العنف الأسري. في التعليقات ربيع إبراهيم كتب أو ريم إبراهيم عفوا كتبت تقول: رجعت انعادت أول جريمة بالتاريخ، قابيل قتل هابيل. محمد داود كتب يقول: لسه مفكر حاله بروستي ولا تغير اسمه بعد ما ألقي القبض عليه. سلمى عوض كتبت تقول: بروسلي لكن والله ليصير بدر. لهون وصل الإجرام، بيقتل أخوه ومرته وولاده، حكم إعدام وقليل عليه. يصادف اليوم 21 من آب أغسطس الذكرى السنوية لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، وفي هذا اليوم من كل عام يستذكر السوريون هذه المناسبة المحزنة. كان في الغوطة مدينة بمناسبة ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين أغنية للفنان سمير أكتع، وهي من إنتاج المنتدى السوري. نختم بها حلقة ريبوست اليوم، ونلقاكم في يوم الغد بتمام 6:00 بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. إلى سمير أكتع. قد سئمنا